طيب هنروح لخبر تاني، بس الخبر ده انا عايزاك كده ايه ما تركزش فيه. ليه؟ علشان في ارقام بالملايين ومش عايزين على حسب وده مين اللي ابننا. لا ده محمد صلاح ابننا. لا خلاص ابننا ربنا يزيد ويبارك. والله خبر بقى هو يزيد ويبارك فعلا. نتكلم هنا عن اللاعبين بقى الاعلى اجرا. احتل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي المركز الخامس في قائمه لاعبي كره القدم الاعلى اجرا في العام او في العالم يعني العام 2020. مجله فوربس اعلنت اللي هي متخصصه بشؤون الاقتصاد قائمه لاعبي كره القدم الاعلى اجرا في عام 2020. تصدرها ليونيل ميسي نجم برشلونه الاسباني برصيد كام يا كريم؟ كام؟ 126 مليون دولار امريكي. اهو ده اطلع عليه طلعه. لكن ابننا محمد صلاح محمد صلاح بقى اللي جاي محمد صلاح هنا في المركز الخامس في القائمه برصيد 37 مليون دولار امريكي. مش وحش. بعد ان كانت ارباحه بتبلغ 35.1 مليون دولار امريكي. بس كده حاجات يعني ايه سريعه وبسيطه غايه ما هنالك. طرطشتنا انت شويه ملايين الدولارات واحنا قاعدين وبس كده في الاخر مش عايزين بالبساطه دي يا حضرات مش عايزين بالبساطه دي.